أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير. سوف نكون على مدى 24 حلقة من هذه السلسلة الجديدة من بودكاست الملف الاستراتيجي مع سعادة الدكتور طلال أبو غزالي. الاسم غني عن التعريف، لكن الخبرة كبيرة وكبيرة جدا، والمعرفة أكبر، وكل هذا سوف نتناوله في هذه الحلقات بما يفيد الشاب العربي الطامح لتغيير مستقبله نحو الأفضل. خبرة أخذت من تجربة السنين وتعب السنين والريادة والطموح والحلم الذين تمتع بهم شخص طلال أبو غزالي، بما أوصله إلى العالمية بكل معانيها كواحد من أهم الشخصيات العربية والعالمية في عالم اليوم. نتطرق في هذه السلسلة إلى كل ما يهم الإنسان والشاب من معاني أخلاقية وعملية تساهم في صناعة مستقبله دائما نحو الأفضل بإذن الله. في هذه الحلقة مع سعادة الدكتور طلال أبو غزالي، وهو بلا شك من أزكى قيادات العالم، ولا نمدح ولا نضيف جديدا هنا، ولكن بين الذكاء والعقل والتعقل دكتور طلال، ما هي العلاقة؟ هذا أيضا سؤال فلسفي، وأنا بحب الأسئلة الفلسفية، لأن كما قلت لك أؤمن بأن كل شيء في الدنيا منطق. أن لما يجي محامي ويقول لي إنه هيك هيك بالقضية المعينة موقفنا كذا، طيب ليش ما بتعمل هيك؟ بقول لي ما مش مقبول هذا في المحكمة، أعطيني نص. أعطاني نص. أنا الآن مقدم دعوة، مقدم بالأردن طلب لتعديل مادة في أحد القوانين تتناقض مع حرية الإنسان ومع حقوق الإنسان. عقلي ما بقبل، عقلي هو الذي يقرر قبول أي معلومة أو عدمها. هذا ما أسميه التعقل، أن تفكر بصحة المعلومة وبما إذا كانت ذات علاقة بالموضوع اللي بنحكي فيه. يعني مثلا جاءنا موظف ترك العمل وبسبب مخالفات، هو قام بمخالفة، أعطوه شهادة خدمة، أعطينا شهادة خدمة مكتوب عليها أنه عمل من تاريخ كذا لتاريخ كذا بوظيفة كذا وأنهيت خدماته لمخالفات إدارية. قال لا، هذه اشطبها كلمة مخالفات إدارية، أنا طالب شهادة خدمة مش طالب منك رأيي. أنا شهادة خدمتك تملي علي أن أصف خدمتك. أبدا. راح اشتكى، جابوا لي المادة اللي بموجبها اشتكى، بتقول على الموظف، من حق الموظف أن يحصل على شهادة تشتمل على مدة الخدمة والوظيفة. قلت له طيب وين النص اللي بيقول ولا يجوز إضافة أي شيء إلى هذه الشهادة؟ قال مش هذا النص، إنه هاي اللي بدك تحط الخدمة والوظيفة. قلت له إيه، بس هذا بيقول إنه تحطها كحد أدنى، أنت عقلك بيقول لك تحطها كحد أقصى. أنا شو رأيك؟ لأني غير مقتنع بتفسيرك، إني رجعت للقانون ووجدت مادة بعدها بأربع مواد بتقول إذا كان الموظف أساء في عمله إلى الشركة أو إلى رئيسه في الشركة، لا يجوز للشركة عدم إعطاء شهادة خدمة. الغريب أن حتى المفتش في العمل لم ينتبه لهذه المادة وأراد أن يسجل أنه إحنا خالفنا، والآن هو في مأزق لأنه عم بيستدعوه للمحكمة وبتهرب. أنت
أصريت إنه إحنا خالفنا لأنه رفضنا نعطيه شهادة نظيفة، بينما المادة بتقول إنه إذا هو عمل هيك يجب أن يعاقب ويحق لك أن تحرمه من الشهادة. هذا أنا أحكم كل شيء بالعقل مش بالنص ولا بالقانون، لأنه لا يجوز أن يكون روح القانون غلط، التعبير في النص جاء غلط، فإذا غلط أنا بصلحه بعقلي. ما بتقدر تقول لي إنه لا يجوز لك أن تبدي رأيا في الموظف إذا سرق. طب أقول إنه خدم عندي ورجال محترم؟ لا، بدي أقول إنه قام بتصرفات سيئة أو مخطئة. التعقل أنا أعتقد هو أساس في النجاح. إذا أنت فقط مشيت على ما يقوله المنطق والعقل بدون أن ترجع إلى حق روح العقل وهدفه، ليش النص هيك؟ مثلا أنا أقول إنه إذا كان إحنا أردنا أن ندير عملا صحيحا، وهذا الكلام أقوله لكل الناس، أن تدير عمل صحيحا فأنت عندك معيار النزاهة، معيار الأخلاق، معيار القانون، ولكن فوقها كلها معيار العقل. أنا في تصرفي ما يحكمني هو عقلي أكثر من القوانين والمبادئ، ولا في عقلي هل هذا عمل صحيح؟ الله أعطانا عقل، والله أوصانا أن نرجع إلى عقولنا في كل ما نعمله.